قتلى وجرحى من قوات حفتر في انفجار سيارة مفخخة بمنطقة الهواري جنوب غرب بنغازي. السواحلي وبيرون يبحثان تطورات الوضع السياسي وتوسيع دائرة المشاركة في الاتفاق السياسي. الرئاسي يصدر قرارا بتكليف العميد إدريس بلقاسم صالح رئيسا لجهاز حرس المنشآت النفطية. التاسعة بتوقيت العاصمة الليبية طرابلس، وهذا حصاد إخباري، أهلا بكم. محاولات اغتيال لقادة عسكريين من جهة ونشطاء سياسيين من جهة أخرى تشهدها مدينة بنغازي في الآونة الأخيرة نتيجة الأوضاع الأمنية، لتسجل المدينة الحادثة الرابعة منذ أواخر العام الماضي. وحتى الشهر الجاري سقط على إثرها أربعة من قوات الصاعقة، في حين نجا العقيد محمود الورفلي من محاولة اغتيال. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. محاولات اغتيال لا تستثني أحدا والفاعل مجهول، هذا ما تشهده مدينة بنغازي نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية التي تشهدها. أربعة قتلى من قوات الصاعقة التابعة لحفتر لقوا حتفهم الأحد في انفجار سيارة مفخخة، وسط أنباء تفيد بنجاة العقيد محمود الورفلي من محاولة اغتيال. المتحدث باسم القوات الخاصة الصاعقة عقيد ميلود الزوي أكد أن الانفجار الذي وقع بالقرب من جزيرة دوران مصنع الأنابيب في منطقة الجوارشة غربي المدينة استهدف تجمعا للقوات الخاصة، متسببا في إصابة ثلاثة إلى جانب القتلى. هي الحادثة الرابعة التي تستهدف عسكريين وسياسيين بالمدينة منذ أواخر عام 2016 وحتى 26 من فبراير الجاري، حيث شهد 22 من الشهر الجاري محاولة اغتيال للعقيد صلاح هويدي في انفجار سيارة مفخخة عقب خروجه من منزل أسرته بمنطقة سيدي فرج. ونفذت أخرى في 20 من يناير، واستهدفت وزير الداخلية الأسبق في حكومة زيدان عاشور شوايل، مؤدية إلى إصابة 8 بجروح بينهم نجل شوايل بمنطقة الماجوري بالمدينة. قبلها كان عميد قبيلة المغاربة صالح لطيوش، والذي استهدفته عقب خروجه من صلاة الجمعة في منطقة سيدي فرج بمدينة بنغازي، ومقتل الناشط السياسي محمد بوغايقيس بنفس حادثة انفجار السيارة بساحة الكيش في 29 من أكتوبر من العام الماضي. دعت هيومن رايتس ووتش إلى إلغاء قرار عبد الرزاق الناظور المتعلق بمنع سفر الليبيين من سن 18 إلى 45 دون موافقة مبدئية من الأجهزة الأمنية. وأكدت المنظمة في بيان لها أن القرار يقوض الحقوق المكفولة في القانون الدولي. أدان سفراء كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا بالإضافة إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك الاشتباكات التي شهدتها منطقة بوسليم بطرابلس، واستعمال التهديد ضد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في إشارة للاعتداء على موكبه في 20 من فبراير الجاري، مطالبين بوقف أعمال العنف التي تهدد المدنيين وتقوض فرص المصالحة السياسية والاجتماعية. تصاعد وتيرة الأحداث في البلاد وآخرها الاشتباكات التي شهدتها بوسليم أثار قلق جهات دولية ومحلية، والتي انتهت باتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار وسط ردود مرحبة بذلك. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
أثارت الأحداث التي شهدتها العاصمة على الصعيد الأمني والتي انتهت بتوقيع اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار قلقا محليا ودوليا جراء تصاعد التدهور الأمني بين الأطراف في البلاد. حزب العدالة والبناء في بيانه أدنى كل المحاولات لكسب النفوذ بقوة السلاح، وطالب المجلس الرئاسي بالاطلاع بدوره في توفير الأمن للمواطنين وسحب غطاء الشرعية عن المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون. تحالف القوى الوطنية في بيان له وصف كافة الأجسام والهياكل التنفيذية التي تدعي الشرعية بالهشة نتيجة لما يتكرر من اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وسط العاصمة طرابلس، مشككا في صمود اتفاق التهدئة لفترات طويلة في ظل وجود تشكيلات مسلحة تقتات من ابتزاز الدولة حسب البيان. ممثلة سياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أدانت الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بأبو سليم في طرابلس، معتبرة أنها تعرقل حل الأزمة السياسية ومرحبة بالجهود التي أدت إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف. البعثة الأممية إلى ليبيا وعلى لسان مبعوثها مارتن كوبلر رحبت بوقف إطلاق النار بين الأطراف في أبو سليم، داعية في الوقت ذاته إلى الإسراع في تفعيل قوة الشرطة والأمن لحماية الليبيين من الجريمة والفلتان الأمني. فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا والمملكة المتحدة رحبوا بوقف إطلاق النار في المنطقة ووقف عمل العنف التي تودي بحياة المدنيين، مشددة على عدم تكرار هذه الخروقات وأن استعمال القوى هو حق أصيل مقصور على أجهزة الدولة وقواها الأمنية فقط. التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي الأحد بالسفير الإيطالي لدى ليبيا جوسيبي بيروني في العاصمة طرابلس. تناول اللقاء أفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطوير التعاون الاقتصادي وإمكانية عودة الشركات الإيطالية لاستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة. كما ناقش اللقاء تطورات الوضع السياسي والدفع بجهود الحوار لتوسيع دائرة المشاركة في الاتفاق السياسي. وقد أكد السفير الإيطالي استمرار دعم بلاده في بناء وتأهيل الجيش الليبي والحرس الرئاسي لبسط سيطرة الدولة على جميع أنحاء البلاد. هذا وطلب وفد المجلس الأعلى للدولة خلال لقاء جمع رئيس المجلس عبد الرحمن السويحلي بسفير الولايات المتحدة الأمريكية بيتر بودي الأمم المتحدة بوقف تدخل بعض الدول الإقليمية في الشأن الليبي والتي تدعم أطرافا معينة مما تسبب في إطالة أمد الصراع في ليبيا. من جانبه جدد سفراء كل من روسيا والصين وإسبانيا وكوريا الجنوبية دعمهم للاتفاق السياسي واعترافهم بالمؤسسات المنبثقة عنه كسلطة شرعية وحيدة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي. المزيد في هذا التقرير. على هامش زيارة وفد المجلس الأعلى للدولة إلى تونس، التقى رئيس المجلس عبد الرحمن السويحلي السفير الأمريكي لدى ليبيا بيتر بودي مطالبا خلال اللقاء الأمم المتحدة بوقف تدخل بعض الدول الإقليمية في الشأن الليبي.
التي تدعم أطرافا معينة، مما تسبب في إطالة أمد الصراع وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي، داعيا الأخيرة إلى ممارسة دورها في مجلس الأمن. السفير الأمريكي من جانبه أبدى استعداد بلاده لمساعدة ليبيا في بناء وتأهيل جيش ليبي موحد خاضعا لسلطة مدنية عليا تسهم في الحد من انتشار السلاح والتشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون والمناوئة لسلطة الدولة. سفراء روسيا والصين وإسبانيا وكوريا الجنوبية المعتمدين لدى ليبيا خلال لقاء جمعهم وفد المجلس الأعلى بتونس جددوا دعمهم لجهود الحوار والمصالحة المبنية على الاتفاق السياسي واعترافهم بالمؤسسات المنبثقة عنه كسلطة شرعية وحيدة وفقا لقرارة مجلس الأمن الدولي بالخصوص. وفي خطوة لتجاوز العراقيل التي لطالما ظلت عائقاً أمام تنفيذ الاتفاق السياسي، طلب السواح لسفراء روسيا والصين بالضغط على رئيس مجلس النواب عقيلة للقيام بدوره، مشيراً إلى ضرورة الامتناع عن التواصل مع أي أجسام موازية للسلطات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق الموقع في السخيرات. تونس بدورها جددت تمسكها بمواقفها الثابتة تجاه الأزمة الليبية ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع ورفضها التدخل في الشأن الداخلي الليبي إلا بما يخدم جهود الحوار والسلام، حيث التقى السواحلي بكل منا رئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر ووزير الخارجية خميس الجهناوي. في إطار الجهود الداعمة لإعلان تونس الوزاري بشأن دعم التسوية السياسية الشاملة الموقعة في 20 فبراير لتشجيع الأطراف الليبية على الحوار والتوافق للخروج من الأزمة. وفي ذات السياق أبدى المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية لليبيا صلاح الدين الجمالي رغبته في عقد لقاء تشاوري مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخليفة حفتر. وأوضح الجمالي لليبيا بانوراما أن اللقاء سيكون في إطار الاستماع لوجهات النظر من أجل نقل تصور متكامل حول الملف الليبي إلى جامعة الدول العربية. وقال الجمالي أن جل الأطراف الليبية مقتنعة بإجراء تعديلات على نص الاتفاق السياسية الموقع بالسخيرات للخروج من الجمود الحاصل بالمشهد. التقى عدد من أعضاء لجنة الحوار السياسي بوزير الشؤون المغربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائرية عبد القادر مساهل الأحد بالعاصمة الجزائرية، وقدم الأعضاء عرضا تفصيليا حول الوضع السياسي في ليبيا وآخر تطورات في البلاد لا سيما في العاصمة طرابلس، كما تم مناقشة السبل والوسائل التي من شأنها المساهمة في حل الأزمة. وتأتي الزيارة ضمن عدة زيارات تقوم بها أطراف وشخصيات الليبية لكل من الجزائر ومصر وتونس خلال الفترة الأخيرة في إطار الجهود الإقليمية لتقريب وجهات النظر. إلى ذلك أبدى وفد عسكري من الجيش الأمريكي خلال زيارته للجزائر بدور الأخيرة في تسوية الأزمة في ليبيا. وأكد الوفد خلال لقائه بوزير الشؤون المغربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل اليومين الماضيين، أكد على دعم الجهود الرامية إلى استتباب الاستقرار والأمن في ليبيا ومالي والساحل، مشيدا بالتزام الجزائر كشريك في مكافحة الإرهاب والتطرف. هذا وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أهمية تكامل كافة الجهود الدولية والإقليمية الخاصة بليبيا، مؤكدا أنه لا بديل عن دعم الاتفاق السياسي والمسار الأممي من خلال تحقيق توافق كافة الأطراف الليبية. ورحب شكري خلال لقائه بوزير خارجية الكونغو برازفيل كلود جاسكو، رحب بقرار القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا في يناير الماضي بضم دول جوار ليبيا إلى عضوية اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا. قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان خلال لقاء صحفي إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية في ليبيا، موضحا أن من الممكن أن يوجد حل سياسي بمشاركة شخصيات عسكرية معتبرا ذلك الحل الوحيد للأزمة. وجدد لودريان اهتمام بلاده بمحاربة الإرهاب في ليبيا ومصر.
أدى ورحب قائد القوات الأمريكية في أفريقيا أفريكوم توماس وولدهاوسر بالدور الروسي في حل الأزمة في ليبيا، مؤكدا على أهمية جلوس رئيس المجلس الرئاسي فايز سراج وخليفة حفتر إلى طاولة الحوار لحل المشاكل العالقة. واعتبر وولدهاوسر أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية هو توحيد الفصائل المتنافسة حسب وصفه. كلف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الأحد العميد إدريس بالقاسم صالح رئيسا لجهاز حرس المنشآت النفطية، وطلب الرئاسي في قرار تكليف الجهات المختصة بالعمل بنصه من تاريخ صدوره وأن يلغي كل حكم يخالفه. ناقش النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معتيق مع وفد من أعيان منطقة العوينات ببلدية غاط ضرورة استحداث مركز غسيل الكلى بمنطقة الفيوت وإنشاء مركز كلى جديد بمنطقة العوينات، إضافة إلى توفير جهاز الأشعة السينية للمركز الصحي العوينات وسيارة إسعاف صحراوية. كما بحث الطرفان آلية فتح فروع لمصرف الجمهورية في كل من منطقة العوينات ومنطقة البركت، إضافة إلى إنشاء مكتب لاستخراج الجوازات، إضافة إلى دعم جهاز حرس الحدود بالمنطقة. كما التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد حمزة الأحد بديوان رئاسة الوزراء مع عضو مجلس النواب صالح همة ورئيس مجلس حكماء وعيان مدينة غات لمناقشة ما تم الاتفاق بشأنه خلال زيارة رئيس المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى المشاكل الخدمية والصحية التي تعاني منها المدينة. وتركز اللقاء حول أوضاع مستشفى غات وما يحتاجه من معدات طبية والكوادر الطبية والطبية المساعدة، إضافة إلى توفير سيارات الإسعاف. وتم خلال اللقاء المطالبة بتحسين خدمات الاتصالات، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بجهاز الدفاع المدني. قام وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو بزيارة تفقدية للمجلس البلدي طرابلس المركز للوقوف على العراقيل والمشاكل التي تواجه البلدية وإمكانية وضع الحلول العاجلة لها. المزيد في سياق التقرير التالي. بلدية طرابلس المركز استقبلت بمقر ديوانها بالعاصمة وفدا من وزارة الحكم المحلي، في مقدمته الوزير المفوض بحكومة الوفاق، وذلك للوقوف على أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية وتمنعها من تقديم الخدمات للمواطنين. هذه الزيارة للوقوف على المشاكل والمخترقات التي تخص بلدية طرابلس المركز، وتم النقاش مع السادة عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي في عديد من المشاكل، وسيكون بإذن الله في الأسابيع القادمة وضع حلول لهذه المخترقات. عديد الاقتراحات طرحت في الاجتماع الذي ضم الوزارة والبلدية، من بينها تفعيل اللامركزية في بعض القطاعات كالخدمات العامة والمياه والحرس البلدي التي تعتبر من صلب اختصاصات المجالس البلدية. لأن والله وضح مزري بكل ما تعني هذه الكلمة. الاختصاصات الأصيلة للبلدية، نتكلموا على الخدمات النظافة وجمع ونقل القمامة والحدائق والمنتزهات، نتكلموا على صيانة مرافق المياه والصرف الصحي، تكلمنا على موضوع الحرس البلدي اللي يعتبر الأداة التنفيذية للبلديات واللي يجب أن يكون تحت إدارة وإشراف البلديات بشكل مباشر. زيارة تأتي في إطار توطيد التواصل بين البلديات والوزارة الأم لتقريب وجهات النظر والعمل في اتجاه واحد وتحديد الأولويات التي يفرضها الوضع الراهن حتى ينعم المواطن بحياة أفضل. بحث وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة مع مسؤولي قطاع التربية والتعليم بمقر بلدية سبها الأحد مشكلة اقتضاض المدارس بالمنطقة الجنوبية والنقص الحاد الذي تعانيه المدارس في الأثاث المدرسي، فضلا عن تناول مشكلة نقص الكتاب المدرسي ولوازم العملية التعليمية الأخرى.
ناشدت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بسرت الجهات الأمنية ومكاتب العمل ومباحث مصلحة الجوازات والجنسية تسريع إجراءات دخول عمال البناء للمساهمة في إعادة ترميم المنازل في المدينة. وقال رئيس الجمعية العمومية للغرفة بسرت حافظ بن نايل إن أصحاب الورش والشركات طلبوا الغرفة بالإسراع في إتمام إجراءات دخول العمال إلى المدينة لتقديم الخدمات للمواطنين بأسرع وقت ممكن. أقامت كلية الفنون والإعلام في جامعة مصرات احتفالية تكريم لعائلات شهداء الكلية الذين استشهدوا أثناء حرب البنيان المرصوص ضد تنظيم الدولة في مدينة سرت. هذا وكرمت الكلية 8 عائلات من بينهم عائلة الشهيد عبد القادر فسوخ خريج قسم الإعلام، إضافة إلى تكريم أسرة المرحوم رمضان أبو شعالة مؤسس كلية الفنون والإعلام. وقدمت الكلية دروعا تكريمية للعائلات بحضور طلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس وعائلات الشهداء وعميد كلية الفنون والإعلام جامعة طرابلس. هذه النشرة متواصلة وفيها بعض الفاصل. مؤسسة قمم الأندلس تطلق مشروعها الخامس على التوالي لحفظ ربع القرآن الكريم في مدة شهر. ديوان المحاسبة يطالب الوزراء ورؤساء المجالس بضرورة إحالة فائض المبالغ إلى حساب الإيراد العام. كل عام وأنا سعيد في ظل حلم جديد. كل عام وأنا سعيد وعمري يولد من جديد بوجودك أنت في قربي، لن أشعر أني على قد ما بتدفع فلوس على قد ما بتنجح. يعني الناس تستغل فيها خاطر من هي الظروف متاعهم بس. احنا ما نفكروش الا في انفسنا للاسف. الواحد لازم ينتبه للحاجه هذه. ممكن يبيعوا حاجات صلاحيه منتهيه والناس تشتري منا يعني. جماعه الحرس البلدي هم قايمين بواجبهم. مجالي المهني ومجالي وعلمي الجهه دي قاعده اهم. تحل مشكله السيوله اللي بيت. شيء ثالث نزل الدولار. ثاني حاجه طبعا في هم حاجتين ما تقدرش تجزئهم من بعضهم، التعليم والصحه. عمرو بن العاص ماذا قال؟ قال أصلحوا ذات بينكم فإنكم إن فعلتم ذلك لا تخافون ولو أطبق عليكم الأخشبة. أنا ندعي لهم بالهدايا وإن شاء الله ربي يلمهم. وناشدكم بالله أن نتصالحوا، أن نتسامحوا، أن ننهوا بليبيا. ليبيا بتضيع من بين إيدينا، أخوتي الليبيين ما يجبش تضيع ليبيا من بين إيدينا. أصل السماح هو طبع الملاح، فيا بختي من يسامح. المصالحة تبني وتعمر والحقد يكسر ويهدد. ليبيا أمنا، ليبيا النماء، ليبيا الخير، ليبيا المحبة. اللهم يا رب
وحد شملنا. اللهم يا الله أنزع الغل من قلوبنا على بعضنا. ليبيا ليبيا باهية، ناسها باهيين، تريسها باهيين، أرض المحبة والخير والنماء. قتلى وجرحى من قوات حفتر في انفجار سيارة مفخخة بمنطقة الهواري جنوب غرب بنغازي. السواحلي وبيروني يبحثان تطورات الوضع السياسي وتوسيع دائرة المشاركة في الاتفاق السياسي. الرئاسي يصدر قرارا بتكليف العميد إدريس بلقاسم صالح رئيس لجهاز حرس المنشآت النفطية. أهلا بكم من جديد. تنظم مؤسسة قمم الأندلس لخدمة القرآن الكريم وأهله مشروعها قمم الأندلس 5 لحفظ ربع القرآن الكريم في مدة شهر، والذي انطلق في 18 من الشهر الجاري، ويستقطب جميع الأعمار بمشاركة من مختلف مدن ليبيا، يبدأ يوميا من الساعة 3 إلى الساعة 9 باستثناء يوم الجمعة. طبعا هذا المشروع هو المشروع الخامس لمؤسسة قمم الأندلس لخدمة القرآن الكريم وأهله. هذا المشروع الذي يقام بمسجد القدس بمدينة طرابلس من فترة من 18/2 إلى 18/3/2017، يعنى هذا المشروع بحفظ ربع من القرآن الكريم في مدة شهر واحد. وقد بدأ هذا المشروع وقد شهد هذا المشروع ولله الحمد إقبالا كثيفا وكبيرا من الطلبة، وبدأ المشايخ ولله الحمد في الحفاظ على هذا المشروع، وبدأ الطلبة كذلك بالجد والاجتهاد. وهذا المشروع يبدأ من الساعة 3 مساء وحتى صلاة العشاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. ومعنا حول هذا الموضوع الشيخ علي عزوز رئيس المجلس الاستشاري لمؤسسة قمم الأندلس. نرحب بك شيخ علي هنا في الاستوديو. بداية، المشروع الخامس لحفظ الربع القرآن الكريم، بماذا تميز المشروع الخامس عن باقي المشاريع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا بالنسبة لهذا المشروع، هو المشروع الخامس الذي يقام حاليا بمسجد القدس بمدينة طرابلس. يتميز طبعا هذا المشروع بأن أضيف له مشائخ جدد من مختلف المناطق، وبإذن الله في المستقبل حيكون من مختلف المدن. ومن هؤلاء المشائخ الذين انضموا إلينا في هذا المشروع الشيخ خالد المهدي الدكالي، والشيخ جمال أبو منجل، والشيخ سالم شحيدر، وهؤلاء لهم باع طويل في حفظ القرآن وتعليمه. طيب، على مستوى المشاركة كيف كان الفرق بين مشروع الخامس وباقي المشاريع؟ طبعا الإقبال كان الحقيقة كثير، لأنه هو صار فيه نوع من التغيير للطلبة، يعني ونوع من الروتين. كان في الكتاب مثلا يمشي كل يوم في وقت معين وينصرف في وقت معين، ففي هذا المشروع فيه، أو مثلا المشاريع السابقة، فيه تنويع للطلبة، يجتمع بطلبة آخرين من جميع أنحاء ليبيا، وخصوصا المشروع الرابع كان معنا من مدينة زوارة ومن مدينة بني وليد وغيرها من المدن الحقيقة. طيب، في هذا الإطار هل هناك مشاركة في هذه الدورة بالتحديد من مدن أخرى غير طرابلس؟ في موجود، في موجود. مثل من مثلا؟ في من مدينة زوارة ومن مدينة مسلاتة. طبعا هم الحقيقة احنا في هذه الدورة أو هذا المشروع ما كانش عندنا قسم داخلي، فمقيمين يعني عند أقاربهم. نحن بلد المليون حافظ شيخ علي، فهل هناك دعم من الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن في الدورة الخامسة ومن ثم الدورات الأخرى؟ للأسف لا، المجهود كل مجهود ذاتي ومجهود من أهل الخير، والحقيقة أهل الخير وهذه المجهودات
كلها من أناس يعني يريدون بركة القرآن أن تحل علينا وعلى بلادنا. وطبعا المؤسسة هي بصفة عامة يعني ليس لها أي توجه، يعني بالعكس يعني الشباب الموجودين والمشايخ والمحفظين كلهم لهم باع طويل في القرآن الكريم ولهم مشاركات حتى في مسابقات. وإحنا حتى يعني عندما يأتينا المحفظ للمشاركة معنا في أي مشروع في ضوابط وفي شروط، وطبعا والباب مفتوح لأي محفظ لأي نعم. معلم بينضم علينا طيب. إلينا حتى في المشاريع القادمة، فنحن يعني مستعدين. طيب سؤالي الأخير لك شيخ علي، مدى فعالية مثل هذه الدورات على المجتمع بصفة عامة؟ فعاليتها طبعا هي تحفيز الطلبة وتنشيطهم من جديد والاحتكاك ببعضهم البعض، ونتمنى إن شاء الله ببركة القرآن وببركة هذه المشاريع وهذه الدورات أن الله سبحانه وتعالى أن يلم شملنا ويوحد صفنا وأن يحقن دماءنا ودماء المسلمين. أشكرك شيخ علي عزوز رئيس المجلس الاستشاري لمؤسسة قمم الأندلس، كنت معنا في الاستوديو، أشكرك مرة أخرى. بارك الله فيك. هذا وافتتح السبت مركز صحي جديد ببلدية طرابلس المركز تحت اسم المركز الصحي وسعاية إبداري، وذلك بمجهودات من أهالي المنطقة وجهود إدارة الخدمات الصحية طرابلس. المزيد في هذا التقرير. تزامنا مع الذكرى السادسة لثورة 17 من فبراير، افتتح السبت ببلدية طرابلس المركز المرفق الصحي وسعاية بداري بعد أن كان بيتا لأحد أبناء القذافي. تم استرجاع هذا المبنى ليكون مركز صحة من جديد، اللي هو كان يوم ما يقولوا له السورلات من حتى أيام إيطاليا، كان مركز ولادة طبيعية، كانت القمة متاع الذهبية في السبعينات والثمانينات، تم تدميره وهدمه مع التسعينات، تم الاستيلاء عليه في السنوات الألفينات، وتم إنشاء بيت لعائشة معمر قذافي، جاءت الثورة المباركة فتم استرجاع هذا المكان. المركز يحتوي على عدد من العيادات لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك بجهود من أهالي المنطقة وإدارة الخدمات الصحية طرابلس. اليوم نحتفل بافتتاح مستوصف وسعاية بديري، طبعا درنا فيه تخصصات عدة من التطعيمات والنساء والجلدية وصحة عامة وأطفال. دعم وتفعيل القطاع الصحي العام أضحى مطلبا مجتمعيا، خاصة بعد التدهور الملحوظ الذي تعرضت له العديد من المؤسسات الصحية جراء الأوضاع التي تشهدها البلاد. أما في أخبار الاقتصاد يوافيكم بها الزميل بهاء الدين الشريف، إليك بهاء. تحية طيبة مشاهدينا في هذه الجولة الاقتصادية. أصدرت هيئة الرقابة الإدارية الأحد القرار رقم 2 لعام 2017 يطالب الجهات المختصة وذات العلاقة بضرورة إعادة موقف تفصيلي لجميع المشاريع المتوقفة التابعة لها، متضمنة المصروفات المالية ونسب الإنجاز لكل مشروع والتوصيات المناسبة، إضافة إلى تقدير التكاليف المالية الإضافية التي ستحمل على المشروع نتيجة التوقف والتأخير، وذلك حرصا على المال العام حسب نص القرار. طالب ديوان المحاسبة الوزراء المفوضين ورؤساء المجالس والهيئات بحكومة الوفاق الوطني بضرورة إحالة فائض المبالغ إلى حساب الإيراد العام عملا بالقوانين واللوائح المنظمة لها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المسؤولين المخالفين. تسلمت المصارف التجارية في بلدية الجفرة الأحد سيولة نقدية قيمتها نحو 13 مليون دينار ليبي، وسيوزع هذا المبلغ على المصارف التجارية بواقع 3 ملايين لمصرف شمال إفريقيا بمدينة ودان، وعشرة ملايين موزعة على باقي فروع مصرف الجمهورية في هون وسوكنة وزلة والفقهة، حسب مدير مكتب العلاقات والإعلام بالمجلس البلدي الجفرة عبد الناصر أحمد السنوسي.
طالبت مصلحة الأحوال المدنية بمدينة الشاطئ المصارف التجارية قبول طلبات شراء العملات الأجنبية من خلال شهادات الوضع العائلي لكل عائلة صادرة من السجل المدني مرفقة بأرقامهم الوطنية. وبيّنت المصلحة في بيان لها صدر السبت اصطدامها بعوائق، منها عدم تحديث بعض المواطنين لحالاتهم الاجتماعية كشهادات الوفاة وحالات الطلاق وشهادات زواج الأسر الجديدة. وزعت إدارة مبيعات غاز الطهي بشركة البريغا لتسويق النفط في المناطق الوسطى والشرقية 765 أسطوانة غاز في مدينة بنغازي بحسب كشف نشرته الإدارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك. وأوضحت الشركة أن عملية التوزيع ستتم عن طريق 17 موزعا بواقع 280 أسطوانة لكل من أحياء الهواري والرحبة وشارع الوكالات ولحيشي وبو عطني. أصدرت النقابة العامة للمراقبين الجويين بيانا الأحد لوحت فيه بإيقاف الحركة الجوية بالكامل في حال تأخر مصرف ليبيا المركزي في الإجراءات اللازمة والمتعلقة بأبراج المراقبة الجوية في كافة المطارات ومراكز الملاحة وتدريب المراقبين الجويين حسب نص بيانها. هذا وأكد مدير عام مطار الأبرج الدولي حسن هليل في تصريحات صحفية أكد توقف الرحلات الجوية بالمطار نتيجة إغلاق مستودع الوقود. يعد مطار سبها الدولي من أهم المطارات بالمنطقة الجنوبية وقد توقف عن العمل بسبب الظروف الأمنية بالرغم من المطالبات العديدة بفتح المطار في السابق، إلا أن المطار ما زال متوقفا عن العمل حتى يومنا هذا. المزيد في سياق هذا التقرير. طالبت منظمات المجتمع المدني مؤخرا بإعادة فتح مطار سبها الدولي، وأبرز هذه المطالب هو ما جاء في بيان نقابة النقل الجوي بالجنوب قبل أيام، وعليه قمنا بزيارة للمطار والاطلاع على أوضاعه وما إذا كان المطار بالفعل جاهز للعودة للعمل. يقول المسؤولون على مطار سبها الدولي أن المطار بات جاهزا للعودة للعمل بعد زوال الأسباب التي أدت إلى توقفه منذ 3 سنوات، ولا يحتاج المطار سوى نفض الغبار الذي تراكم على الأجهزة والآثاث، وقد أبدت شركات الطيران المحلية استعدادها للعمل واستئناف الرحلات. ونحن نقابة النقل الجوي ما يعني عملنا بالعديد من المراسلات لرفع المعاناة عن سكان الجنوب بالكامل وسكان مدينة سبها، لأن يا أخي أصبح المواطن يتعرض للحرابة في السفر وتعرض للسلب والنهب، واحنا من الباب هذا نتقدم لمجلس النواب ولحكومة الوفاق بوضع حل سريع لفتح مطار سبها الدولي. ويمثل الهاجس الأمني أكبر العوائق التي تواجه تشغيل المطار، غير أننا لاحظنا إصرارا من الجهات المسؤولة لعودة عمل المطار وحث الجهات الأمنية لتكثيف جهودها وزيادة نقاط التأمين حوله. المطار جاهز للتشغيل كما أسلفت، فقط يريد تأمين محيطه، فقط الموضوع الأمني هو الهاجس الكبير للمطار. ينتظر المواطنون قرارا بتفعيل مطار سبها الدولي لرفع معاناة السفر عنهم، خاصة بعد توقف مطار تمنهنت. لقناة ليبيا بانوراما، محمد البكوش، مدينة سبها. وفي الختام مشاهدينا عودة إلى الزميل محمد، إليك محمد.
شكرا لك بهاء. استنكرت النقابة المستقلة للإعلاميين الليبيين الأفعال التي يتعرض لها راديو غريان من قبل مجموعة مسلحة تتخذ من محطة إرسال الإذاعة مقرا لها، وأدانت النقابة في بيان لها الممارسات التي تنتهجها المجموعة المسلحة تجاه الموظفين والتعطيل المتواصل لعملية البث، معلنة في الوقت نفسه تضامنها مع الموظفين الذين دخلوا في اعتصام مفتوح اليومين الماضيين. من منطلق أهمية دور الأسرة في بناء الدولة النموذجية، أقيم بالعاصمة طرابلس ملتقى الأسرة الليبية التنموي الأول بحضور عدد من المختصين والنشطاء إلى جانب بعض الأسر. وتناول الملتقى عدد من المحاضرات بخصوص أسس بناء الأسرة ومعالجة المشاكل الأسرية، بالإضافة للتدخلات الخاطئة من الوسط المحيط بها. الملتقى يهتم بأسس بناء البيوت الطيبة، تم شرح ما معنى البيوت الطيبة في القرآن الكريم وفي اللغة العربية، واستخلاص واستنطاق المعاني وإبرازها لتقوم عليها الأسرة الليبية. الحضور الحقيقة كان رائع جداً، فوق التوقعات. يعني نحن كنا مستهدفين 200، فإذا بالعدد يفوق هذا العدد بكثير. الحضور أيضا يتمتع برقي صراحة في التعامل والأخلاقيات. اختتمت بمدينة ترهون السبت بطولة كروس كانتري ليبيا 2017، والتي انطلقت الجمعة بمرحلتيها الكروس كانتري والدريفت، وتم من خلال هذه المسابقة اعتماد حلبة الشرشارة كحلبة رئيسية لاستضافة هذا النوع من الرياضات. يشار إلى أن هذه البطولة هي التي سيعتمد من خلالها المتسابقون الذين سيمثلون ليبيا في البطولة العربية القادمة. هذا التقرير والتفاصيل. بتنظيم نادي نجوم طرابلس للرياضات الميكانيكية وبإشراف مكتب الشباب والرياضة بترهونة، أقيمت بمنتزه الشرشار السياحي بترهونة بطولة كروس كانتري ليبيا 2017. انطلاقة فعاليات البطولة كانت صبيحة الجمعة بغابة الشرشارة على الحلبة التي صنفت بأنها الأولى من نوعها في ليبيا من حيث جغرافيا المكان، والتي ساهمت بشكل كبير في إعداد حلبة سباق كروس كانتري والمخصصة لمتسابقي الدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي، وسط إشادة من جل المشاركين بطيب الأجواء التي سارت بها المسابقة وبمتابعة شعبية كبيرة. بالتحديد البرنامج هذا في جزئين، الجزء الأول وهو الرئيسي حلبة كروس كانتري ليبيا الجبلية، وهي أول حلبة جبلية بالطريقة هذه، ولأول مرة يعني أثبتوا الليبيين إن احنا نقدر نديروا كل شيء، بس الإمكانيات والاهتمام لهذه اللعبة بس. إن شاء الله في حاجات جديدة وفي ستاند غدوة، إن شاء الله الجمهور كله نفس اليوم إن شاء الله وحاضرين. كانت تلك تفاصيل اليوم الأول، وفي ثاني أيام البطولة التي شاركت فيها أندية من شرق البلاد وغربها ووسطها، إضافة إلى الهواء، انطلقت مسابقة استعراض الدراجات النارية والسيارات أو دريفت كما يتداولها رواد هذا النوع من الرياضات، والذي لم يبصر النور بشكل رسمي في البلاد إلا مؤخرا، على الرغم من أن له قاعدة جماهيرية كبيرة سواء من الممارسين لهذه الرياضة أو المتفرجين، فلكل من الطرفين نصيب من الإثارة والمتعة، والتي كانت هي الهدف من إقامة هذه البطولة. كانت الأجواء أكثر من رائعة، حصلنا على الترتيب الأول والترتيب الثالث، الترتيب الأول فئة كروز أيضا. نحب نشكر أهالي مدينة ترهونة على حسن معاملتهم معنا. والله الحلبة هذه ما قصدي، كنت أنا مشيت المغرب، مشيت فرنسا، مشيت الكويت، قصدي من متلاش، قصدي ما شاء الله الحلبة قريبة منها واجد الحق، ما شاء الله أنا جاي من مصراتة ما توقعتها شكل الحلبة هذه. أخوية جسدتها هذه البطولة لتجمع شمل أبناء الوطن من مشرقه وحتى مغربه، لترسم لوحة ترابط فككها ضجيج السلاح وجمعها منتزه الشرشار السياحي بترهونة. لقناة ليبيا بانوراما، محمد شكير، ترهونة. نهاية التاسعة وإلى عناوينها. قتلى وجرحى من قوات حفتر في انفجار سيارة مفخخة بمنطقة الهواري جنوب غرب بنغازي.
السويحلي وبيروني يبحثان تطورات الوضع السياسي وتوسيع دائرة المشاركة في الاتفاق السياسي. الرئاسي يصدر قرارا بتكليف العميد إدريس بالقاسم صالح رئيسا لجهاز حرس المنشآت النفطية. دمتم في أمان الله.